دلوقتي هنسمع الصوت الرقيق، أرق صوت في جماعة محامون مبدعون، الصوت النسائي أمل رماح، الشاعرة الكبيرة الجميلة. السلام عليكم. طبعا أنا أتشرف إن أنا عضو من جماعة محامون مبدعون، ليا الشرف لأني أقل واحدة فيهم، كلهم أساتذتي وعلى راسي، وسعيدة جدا إن أنا النهاردة بحتفل مع أستاذ سيد بميلاد ديواني الجميل، ديوان تلال الخوف، وسعيدة أكتر إن أقول شعر لأول مرة قدام جوزي. نحيي الأستاذ مصطفى. طبعا. اسمها ابن مول. كان صحيح من يوم ميلاده له جمال والحسن قال، لما صرخت امه فيه ساعه الولاده ردت المحروسه جايه جبت بيت، كانت تحط عليه سواد الطرحه او تغطيه بالملايه، واي ست تعدي وتقول هو وين كانت ترد تقول لها هو مشمول بالسخونه، هو ملفوف بالليمونة، أصله نجم خفيف شوية وحالته سيف، وما جدعها كتفه بند في الغيطان شمر سجال، والبنات حلف التعاسة وهو متحني بحياة، ويقول خلاص يا بنات شوارع هي واحدة وقلبي مال، لبسوها عروسة يلا والجمل في الزفة شال، فابقى يندم عسكري ومعاك سؤال، انت يلا اسمك ايه؟ جاي معايا ولا ايه؟ اسمك المطلوب وطار مكتوب تعال احمل وطن. طب هو ده كان يعني وقتك يا وطن؟ وعلى العموم سيبني الليله دي اتدفى، يمكن الجو بكره يطول وبرد، خش واتعشى في دارنا الاكل زي، وفي النهار يبقى لنا رد، خد عروسته طار عشان يلحق يقولي كلمتين، البت تتشعلك فعود وتقول له قلبي اسيبه وين؟ رد هو وقال لها قلبك معاي، ما تخافيش يا بنت راجع، هما يعني جمعتين. الام صرخت ابني لا هو حيله واخوه صغير، لو هتاخدوه حكم يعني اربطوني بظهري ليل، واما يرجع ابقوا هاتوا معاه نهار. صرخت الام ودموعها تسرسبت والعقل طار، والدموع حلفت تخونها وخدها اصبح مزار، راح عشان يرفع علم مرجعش غير ملفوف كفن، حكاياته كانت تشبه كتير لحكايه عين وانها الوطن ابن موت.